الرحمن الرحيم، اليوم في عندي طريقة عجينة البيتزا. في عندي كيلو طحين، عندي كوباية حليب دافي شوي، عندي معلقتين لبن يوغورت، معلقة سكر صغيرة، معلقة ملح، ومعلقة باكيت خميرة يعني معلقة كبيرة، وعندي زيت زيتون خلطته مع زيت نباتي، وعندي مية للعجين. أول شي بدي أحط الخميرة، أحط معها معلقة السكر، أسيبهم شوي، أجيب الطحين. بسم الله، أجيب اليوغورت، أجيب الملح، شوي شوي أنزل الزيت. بسم الله، حركوا بإيدي شوي، أجيب الخميرة. بسم الله، الخميرة والسكر، أبلش شوي شوي أعجن. هاي العجينة بتكون طرية كتير للبيتزا. هلا شوي شوي مع المي، المي دافي شوي كمان، هاي العجينة طرية، لازم تكون هيك طرية. هاي شوي من الزيت اللي ضل في الكاسة بنمسحها، هاي بنضل نعجن فيها شي 10 دقايق. هيا هيك، هلا نغطيها ونسيبها نص ساعة مش أكتر. نرجع نشوفها بعد. بعد نص ساعة سبتها شوي تخمر مش كتير، بدي أقطعها قطع زي هيك، ما بدي أقطعها كبيرة وما بدي أقطعها صغير كتير. هيك انا قطعتهم، بدي اسيبهم بس شي 5 دقايق لانه ما بدي يخمروا كتير، بيخمروا بالخبيز، وبرجع لهم تاني. هيك انا سبتهم شوي يخمروا. في عندي حشوة، في عندي جبنة مبشورة، في عندي ذرة، في عندي تونة بدي اعمل فيها معها تونة، عندي زيتون، عندي بصل مقطع شرايح،
في عندي بندورة صلصة، حطيت معها اوريجانو وملح وبودرة ثوم وفلفل اسود، وعندي فليفلة مقطعة. هلا ابلش شوي شوي ارقها، درقها صغير صغير لانها هيك هيك حتخمر بالفرن. كلهم بدرقهم زي هيك وحطهم بالصينية، بعدين احط الحشو عليهم. بلش بالتانية، ما بحب اخليها تخمر كتير لانها هيك هيك بالفرن بتمد. بس كل واحد شو بحب، يعني ممكن تخليها تخمر وتكون أتخن الحبة. هيك نيجي للي بعدها. هيني رقيت شوي، بدي ابلش احط الصلصة اللي عملناها مع التوم والزعتر الاوريجانو والزعتر وبودرة توم، بودرة التوم وملح وفلفل اسود. ممكن تعملوها بجبن لحالها بدون تونة. هاي طريقة عجينة تحس كتير طرية وحلوة. هاي عندي نحط ذرة، نحط عندي فليفلة إذا بتحبوها تحت أو فوق حسب رغبتكو، أو فوق نحط هلأ تونة. هاي كمان شرايح البصل، اذا بتحب البصل كتير بتكتر، وما بتحبه انت حرين، كل واحد بيرجع شو بده. هاي عندي زيتون، هي تحطيتها كلها شكلتها، بدي احطها بالفرن وبنبلش نخلص التنين ونشوف كيف شكلها مطلع من الفرن. عندي هاي البيتزا، هاي خلصت وهي شكلها، وهي العجينة تبعتها، هي طرية، هي كتير طرية وصحة وهنا.